السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين قوة شات جي بي تي، والقوة دي بتزداد لما بتستخدم جواه البلاجنز اللي موجودة جواه، فده دليل اضافات للشات جي بي تي بلس. الموضوع هيبقى سهل جدا، هديك كل الادوات وكل الاضافات اللي موجودة في شات جي بي تي، وتقدر ان انت تدور تقول له مثلا انا عايز الحاجات الخاصة بالفيتنس، عايز حاجات خاصة بالترافل، بالهيلث، بالارت اند ديزاين، فهو يبدأ يعمل لك فلتر ليهم ويجيبهم لك، وتبدأ ان انت تجربهم او تشوف الناس بتقول عليها ايه او ايه المزايا وهكذا. فهتديك الادوات، ومثلا عايز الادوات الخاصه بالبحث العلمي، عايز الادوات الخاصه بالبي دي اف، كل الادوات ديت موجوده هنا تقدر تشوفها في الموقع.